ازيكم؟ عاملين ايه؟ صباح الخير، مساء الخير، حسب ما بتشوفوني بقى. عندنا اعلان لطيف جدا، هنتكلم انه سامسونج اطلقت تليفونها الجديد الاسبوع اللي فات، الاس 23. ليه التليفون ده مهم؟ لانه المفروض انه التليفون ده هيوحد شكل سامسونج الجالاكسي الاس سيريس وهيثبتها، ودي فعليا كانت المشكله في الاس 22، لانه كان الاس 22 الترا شكل والاس 22 العادي والبلس شكل تاني خالص. في الاس 23 الثلاثه بقوا شكل واحد. الاس 23 برضو نازل ثلاث فئات، الفئه الاولانيه الاس 23 العادي، وبعدين البلس بشاشة أكبر شوية وبطارية أكبر شوية وزيادة فيتشر أو اتنين في الكاميرا عن العادي، وعندك الألترا في كل الفيتشرز الزيادة منهم. يعني أنا شايف أن دي الفيتشر الأساسية، هتبقى الكاميرا الجديدة الرئيسية بتاعت التليفون اللي بتوصل ل 200 ميجا بيكسل. وهنا حد يسأل هل ال 200 ميجا بيكسل دي نقلة نوعية؟ أقول لا، مش هتحس بفرق قوي إلا في التصوير في الضلمة. ليه؟ لأن هي فعلا ال 200 ميجا بيكسل بنسميهم بند. يعني إيه بند؟ يعني محكومين بالسوفت وير. السوفت وير حاجم إنه المستشعر ال 200 ميجا بيكسل بياخد الصور ويعملها كأنها 50 ميجا بيكسل بس باربع اضعاف الريزولوشن، وهنا معناها ان الديجيتال زوم هيبقى كويس جدا جدا، والتعامل مع الاضاءه الليليه كمان هيبقى متميز. لغايه دلوقتي التليفون ما جاش تحت ايدي عشان اعرف اجرب. ايه تاني؟ طبعا جنتو اي جنتو، فانت بتتكلم على بروسيسور ال 4 نانومتر، وده هيبقى اداؤه كويس جدا جدا جدا. وان كان يعني انا شلت ال 22 وشلت ال 21 ولغايه دلوقتي في 2023، عشان بس الواحد يبقى صادق، السرعه في الثلاثه تقريبا يعني مش هتحس فرق خالص. هتحس فرق يمكن كمان لو انت حد بيشتغل بالنهار، لانه سطوع شاشه الاس 23 اعلى شويه من الاس 22 اللي هو اصلا عالي. يعني الاس 22 كان 1500 وحده اضاءه، الاس 23 بيوصل ل 1750 وحده اضاءه لوميني، اعلى شويه بس القصه تمام. الاس 23 فرقه عن الاس 22 انه شويه مش كيرفد زي الاس 22، الجوانب مش ناعمه وبالتالي التليفون هتبقى مسكته اسهل. الاس 22 والاس 21 كانت الجوانب مشطوفه تماما، فالتليفون بيزحلق، التليفون بيزحلق، وده مش تليفون رخيص عشان يقع منك. اتكلم على انه الاس 20 الاس 22 الاس 23 بيبدا ب 800 دولار، والاس 23 بلس بيبدا في حدود ال 900 دولار، وب 1100 دولار الاس 23 الترا. الاس 23 الترا كمان هو اللي ببدايه النوت. ليه؟ لانه الاس 23 الترا هيجي فيه زي الاس 22 الترا القلم، الاس 23 والاس 23 بلس ما فيهمش قلم، لكن الاس 23 الترا فيه الاقلام اللي هو الاس بن بتاع سامسونج بالفيتشرز اللي كنا واخدين عليها من ايام النوت، لانه هو متوجه اكتر ناحيه رجال الاعمال. على فكره سامسونج ما بقتش اغلى تليفون، وانه اس 23 الترا ابتدى ب 12 جيجا رام 256 ستورج، بس طبعا ما فيش اس دي كارد، خلاص انتهى الكلام، ما بقاش فيه سماعه، انتهى الكلام، بس معاه القلم. الكلام ده كله انت بتتكلم في 1200 دولار، وده تقريبا سعر منافس جدا للي زيه اللي احنا بنسميهم الفلاج شيبس او التليفونات الرئيسيه عند الشركات زي ابل ال 14 برو ماكس او هواوي البي 50 او الميت 50، فدول المنافسين بتوعه. هل اشتري الاس 23 ولا لا؟ لو انت جاي من اس 22 لا انصح، مش هتحس بفرق خالص، يعني بسيط، لان اس 22 برضو مازال تليفون تقدر تشتريه في 2023. وكان رايي الشخصي يعني لو عايز حد راي حد من حبايبك يعني، فكر جدا، ده وقت كويس جدا لو انت عايز تمشي من الاس 20 او الاس 21 انك تروح للاس 22، لانه سعر الاس 22 لانه ما بقاش اكبر تليفون، فسعره هينزل برقم محترم جدا تقدر تشتري بيه الاس 22. طب لو انت ما معكش الاس 22 طيب اجيب الترا ولا بلس ولا عادي؟ والله لو انت حد مش محتاج كل الفيتشرز اللي في الالترا، ابوس ايدك ما تدفعش فلوس في حاجه انت مش هتستعملها. يعني انت راجل، يعني انا بعدت عن النوت في وقت من الاوقات لانه انا ما بستعملش قلم، اشتريت النوت لفتره وقعد معايا ما استعملتش قلم، فخلاص ملوش لازمه. لو انت مش هتحتاج الفيتشرز اللي هي الكاميرا القويه قوي بتاعت الاس 21 الترا بالذات في الزوم والاضاءه الليليه، ومش محتاج القلم، خليك في الاس 23 بلس. لو انت مش محتاج، لو انت حد يعني انا مؤخرا ابتديت الجا انه التليفونات الكبيره دي بقت مزعجه قوي،
فانا بحاول ادور على تليفون صغير. يعني مؤخرا كده بفكر اللي هو ايه، انزل اجيب تليفون مش الترا مش بلس مش كبير، ويمكن التليفون اللي معايا كمان لا يصنف في القصه دي، هو في الفئه المتوسطه. ليه؟ لانه اريح في المسك. ايه تاني؟ الاس 22 تليفون كويس جدا، اس 23 عليه شويه اضافات، الكاميرا طبعا احسن بكتير، الشاشه الترددات احسن، وبالتالي هتاخد شاشه احسن، بس مش فرق كبير. لو انت معاك اس 22 استنى الاس 24، لو معاك اس 21 او اس 20 او جاي من اي حته ثانيه وعايز تروح سامسونج، الاس 23 ممكن تبقى حاجه لطيفه بالنسبه لك. ولو تبقى اس 23 العادي هتنبسط والله العظيم، مش لازم تروح تدفع زياده. اصل الدولار بقى غالي قوي يا جماعه، كان زمان بندفع 100 دولار 2000 1000 جنيه، دول 3000 جنيه يا جدعان، 200 دولار 6000 جنيه. فلو انت مش محتاج الفيتشرز دي وفر ال 6000 جنيه وخليك في الاس 23، هتلاقي تليفون تسعد بيه جدا. عايز تجيب الالترا هتنبسط لفتره اطول شويه. شكرا جدا، واتمنى اكون اقول حاجه مفيده، واول ما التليفون يجي هنستعمله ونبهدله ونقول لكم من الشارع شكله عامل ايه وادائه عامل ازاي، ونوريكم شويه صور من اللي هو صورها كمان. اشوفكم على خير المره الجايه، سلام.